نعلم جيدا أن للإعلام أصبح دور كبير جدا. وأنا أتخطر قبل سنتين كان عندنا دعوة من وزير الثقافة اللبناني وشرفنا بلقاء السيد حسن نصر الله. هو تنبأ بأن هنالك استحضار من قبل الغرب لحرب شرسة مع عموم محور المقاومة، سيتم استخدام بها كل الأشياء حتى الأشياء الغير مباحة، وسيكون للإعلام دور كبير جدا في هذا الجانب. لذلك محور المقاومة لم يتفاجأ بأي أسلوب، سواء العمل على استغلال الجانب الإعلامي. لمن لو أستاذ علي، يعني إحنا في كل مشكلة نفس الشخصيات تحكي، يا ريت لو شخصيات بها خير، لو مختلس أراضي، لو شارب خمر أجل لك الله، لو الكثير من القضايا والله القد علي، ويقول لك لا وهذا غلط وانتوا ليش دخلتوا هذا، يعني ما ملوا من هذه التصرفات. مبدئيا شوف ست فرح، مبدئيا دائما هذا هاي المجموعه اقدر اقول تنجح تكتيكيا في بدايه اي معركه، تستطيع ان تتحصل على موافقه القليل من الشارع، شارع العراقي او شارع اللبناني، لكن مع استمرار المعركه تدرك جيدا انه هذا المحور محور المرجف، هو يتعمد دائما على تضليل الشارع ونقل غير الحقائق. لكن بالمجمل أنا أشوف حقيقة أن هنالك انتصار لمحور المقاومة، وهذا المحور المرجف انخذل خذلان كبير جدا. دليل ذلك بعد تفجيرات البيجر اللبناني، أنا أعتقد شاهدنا اللحمة الوطنية الكبيرة داخل الشارع اللبناني، والكل يعلم أن هنالك تسويق أن الشارع اللبناني منقسم ما بين مؤيد وبين معارض، بل حتى متذمر يعني تنقل الصورة. لكن شاهدنا عموم الشارع اللبناني هب لمساعدة ونجدة كل الذين تعرضوا للإصابة، بل وصل حقيقة الحال للتبرع بالأعضاء البشرية. لذلك نقول أن هذه الحرب أصبحت حرب خاسرة، والحمد لله جماهير محور المقاومة تدرك جيدا أنه لا حقيقة لهذا المحور، محور المرجف.